الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. يعني يغنوا؟ يقيموا فيها. يعني تخش البلد بتاعتهم تحس ان ما كانش فيها حد اصلا. الهلاك عم البلد بشكل شديد لدرجة تشعر كأن ما كانش احد يسكن هذه البلد او هذه القرية او هذه المدينة. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خاسرين ولا فائزين؟ يضيعوا مصيرهم، مصيرهم الأبدي. أهلكوا أنفسهم إلى الأبد لأنهم عاندوا وتكبروا ولم يدعنوا لدعوة شعيب عليه السلام.